في اطار السياسه العدائيه التي يتبعها نظام الدوحه، تورط النظام في تبني اجنده منافيه للقوانين والاتفاقيات الدوليه. من خلال استغلال العمل الدبلوماسي، فتحولت السفارات القطريه الى وكور لتنفيذ السياسات الخفيه. حول العالم، التقرير التالي يوضح الخروقات القطريه في اطار الاتفاقيات التي تنظم العمل الدبلوماسي والعلاقات بين الدول. وضع القانون الدولي لتنظيم العلاقات بين الدول وتحديد مسؤولياتها وواجباتها تجاه المجتمع الدولي ويعد القانون الدبلوماسي من المجالات المهمه التي تتحكم في عمل البعثات الدبلوماسيه الدائمه والمؤقته التي تمتلك بطبيعه الحال حصانه دبلوماسيه مشتقه من حصانه الدوله التي يمثلونها الحصانه الدبلوماسيه عرفا وقانونا لا تخول لصاحبها التدخل في شؤون الدول الاخرى وليست وسيله من وسائل تنفيذ الاجندات الخفيه وغير المعلنه وبين النظريه والتطبيق تتضح جليا التجاوزات القطريه في استغلال العمل الدبلوماسي والازورار عن مبادئه والتخلي عن التزاماته وفي ذلك تحدي صارخ للقانون الدولي تتعدد أدلة تمويل الإرهاب وصناعة الفوضى من قبل نظام الدوحة، ومن بين هذه الأدلة ما يثبت الاستغلال السيء للعمل الدبلوماسي، وهو ما كشفته جريدة نيويورك تايمز الأمريكية لفحوى الاتصال السري الذي جرى بين سفير قطر في الصومال ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي، والذي أكدا خلاله تورط بلادهما في تفجيرات إرهابية من أجل تعزيز مصالح قطرية في الصومال. كان ذلك العام الماضي وفي العام الحالي توصلت تحقيقات صحفيه الى اثباتات تؤكد تورط السفير القطري السابق في بلجيكا لاخفاء تمويل قطر لحزب الله الارهابي فسعى سفير الدوحه لدى بروكسل عبد الرحمن محمد بن سليمان الى التفاوض لدفع مبلغ مالي ضخم لمتعاقد امني لكي يلتزم الصمت بشان دور قطر في تمويل حزب الله دعونا نلقي نظرة على اتفاقية مهمة وهي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لنتعرف أكثر على الخروقات القطرية ففي المادة الحادية والأربعين خلفت قطر جميع فقرات هذه المادة دون استثناء ففي الفقرة الأولى تقول يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات مع عدم الإخلال بها احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية. هذه الفقرة لم يستوعبها السفير القطري في الصومال على ما يبدو. أما الفقرة الثانية فتقول: يجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها بشأن الأعمال الرسمية التي تسندها الدولة المعتمدة إلى البعثة أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها أو أي وزارة أخرى قد يتفق عليها. يا ترى هل تعلم الحكومة الصومالية عن التواصل القطري؟ مع حركه الشباب الارهابيه؟ الفقره الثالثه يجب الا تستخدم البعثه باي طريقه تتنافى مع وظائف البعثه المبينه في الاتفاقيه ومنذ متى كان دفع الرشا وظيفه من وظائف الدبلوماسيه؟ سؤال نوجهه للسفير القطري في بلجيكا. هذه التجاوزات تحتاج بالفعل الى وقفه دوليه جاده فليس من الطبيعي ان تخضع دوله ما لاحكام هذه الاتفاقيه وتخالفها دون محاسبه وفي الحاله القطريه لا يقتصر الامر على تجاوزات دبلوماسيه فحسب بل يتعدى ذلك الى رعايه الارهاب الدولي والتورط في مئات العمليات الخارجه عن القانون